خلينا نتلقى هذه المكالمة التلفونية من الأستاذ فراس بن صالح الصحفي في موقع فوت 24 من تونس. يا أستاذ فراس، مساء الأنوار. مرحبا بك كابتن، ومرحبا بالأصدقاء المصريين وبمشاهدي قنوات اون تايم سبور. يا ربي يخليك. أنت أول صحفي كتب عن إمكانية انتقال علي معلول إلى الدوري السعودي، ومن ثم هل لديك تأكيد أو جديد في هذا الأمر؟ والله الجديد أنه كما قلت وأشرت في مقال عبر موقع فوت 24 أنه علي معلول قريب جدا وبيت على أبواب مغادرة الأهلي المصري بعد 7 مواسم قضاها مع نادي القلعة الحمراء. مؤكد أنه علي معلول في طريقه بنسبة مئوية تفوق 90% أنه سيغادر الأهلي المصري بعد مسيرة حافلة وكبيرة من الإنجازات على المستوى الفردي وكذلك على المستوى الجماعي. علي معلول فعل ما يمكن فعله في الأهلي المصري في ال7 سنوات الماضية، وإن لم نقل أنه أفضل محترف في الأهلي المصري يبدو على مر التاريخ يا كابتن. ما فيش كلام. طيب يعني أستاذ فراس، إلى أين وجهته بالتحديد يعني؟ والله حسب مصادرنا ومصادر موقع فوت 24 انه علي معلول قريب جدا من الدوري السعودي. حقيقه ما نجمش نقول لك اسم الفريق احتراما للمصادر اللي اعطتنا الاخبار، لكن نجم نقول لك هو من البيك فور في الدوري السعودي مقابل مالي ضخم خاصه للاهلي المصري، بما انه عقد علي معلول ينتهي في سنة 2024 وأنه مش يكون من مصلحة الأهلي المصري التفريط في علي معلول الذي يرغب بدوره في خوض تجربة جديدة في الدوري السعودي خاصة على المستوى المادي لتحسين الوضعية المادية. وكذلك الكل يعرف أنه علي معلول تقدم في السن وممكن مستواه البدني يتراجع في الموسم القادم ويبتعد قليلا عن الضغط هناك في مصر وخاصة من جمهور الأهلي. حضرتك قلت النادي الأهلي يعني هيستفيد من بيعه، هل هناك رقم تقريبي هيتقاضاه النادي الأهلي نظير انتقال علي للدوري السعودي؟ والله حقيقة مع الناس المعلومات نتاع الأرقام، لكن سيكون رقم محترم. نعرف عليه معلول من الأسماء البارزة، التاريخ يحكي عليه، وأي فريق سيطمح في التعاقد مع علي معلول سيقدم مبلغ محترم رغم تقدم علي معلول في السن. لكن ما هو مؤكد كذلك يا كابتن انه علي معلول سيغادر الاهلي من الباب الكبير، انه سيتفق مع مسؤولي الاهلي حول مغادره نادي الاهلي من الباب الكبير، واعتقد انه مسؤولي الاهلي لن يقفوا في وجه علي معلول ولن يمنعوه من المغادره خاصه بعد كل ما قدموا مع الاهلي في السنوات الاخيره كابتن. طبعا طبعا. طيب استاذ فراس، هل بدات مفاوضات فعليه وعرض جاد من البيك فور زي ما حضرتك بتقول مع النادي الاهلي، ولا الامر ما زال في طي الاتصالات التليفونيه؟ بالنسبه للعروض ليس هناك عرض للاهلي المصري لحد الساعه، لكن هناك اتصالات وديه وجانبيه بين مسؤولي الاهلي وبعض الفرق السعوديه وكذلك القطريه كما سبق واثرنا، وكذلك هناك اتصالات لجلسه ان علي معلول قبل ليعرب عن موافقته للذهاب الى الفريق، من ثم اصبح المفاوضات رسميه وجديه بين مجلس إدارة الفريق الذي يرغب في التعاقد مع علي معلول ومجلس إدارة نادي الأهلي المصري. طيب حضرتك بتتحدث عن البيك فور، تقصد بيهم اتحاد جدة والنصر والهلال والشباب؟ وهو كذلك كابتن. واحد من الأربعة دول. طيب إذا عندك تأكيد بواحد فيهم يا ريت تقول لنا، يعني ماشي والله سر حربي يعني. والله نعرف يا كابتن، بس احتراما يعني للمصادر اللي اعطتنا الخبر وقالت لنا انه هناك انت الصحفي وتعلم اهميه المصادر الصحفيه وكذلك الاتفاقات مع مصادرنا، لذلك ان شاء الله عندما يكون الخبر متاح سيكون اول ما اخبرك باسم الفريق ان شاء الله يا كابتن. على مسؤولية ان شاء الله. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا، وتحياتنا لكل الاشقاء في تونس. شكرا جزيلا. شكرا كابتن. شكرا على الاستضافة. استاذ فراس طبعا بن صالح الصحفي موقع فوت 24،
وهو أول من نشر عبر موقعه فوت 24 نبأ انتقال علي معلول إلى الدوري السعودي، وفقا لكلامه أنه هناك اتصالات قوية جارية ومفاوضات جارية. على فكرة أي انتقال بيبدأ باتصالات بيضوية، يعني أي انتقال بيحدث من نادي إلى نادي بخصوص لاعب ما بيبدأ أولا باستقراء رأي باتصال تليفوني، إحنا عايزين علي، هل عندكم استعداد كذا كذا كذا، طب الرينج بتاعكم إيه، هندفع كذا لا كذا. إذا وصلوا في الحوار التليفوني أو الاتصال حتى عبر كونفرنس أو حتى بشكل شخصي إلى رقم ما، بيبتدي يبعت النادي المعني عرض رسمي لاستجلاب اللاعب. وزي ما قلت امبارح وشرحت بإسهاب شديد جدا، انه علي اذا قرر بالفعل الرحيل فاذا النادي الاهلي عليه ان يستجيب لسبب بسيط جدا انا شرحته امبارح للي ما سمعنيش امبارح. الراجل عقده هينتهي في صيف الموسم القادم، ثم سيرحل بالمجان اذا كانت لديه نيه مؤكده في الرحيل. يبقى هل يقعد موسم ويمشي بالمجان، ولا نمشيه النهارده وناخد من وراه مبلغ كويس يفيدنا في شراء لاعب اخر بديل؟ اكيد الاختيار الثاني دائما يبقى هو اختيار كل الانديه. وما شرحت امبارح طبعا موضوع بابيه وباريس سان جيرمان، وبالمناسبه فوجئنا النهارده بخبر انه نادي الهلال السعودي على وشك الاتفاق مع بابيه للانتقال الى الدوري السعودي.